قبل لا ادخل بالتحدي يا ابطال، طبعا شركة تطبيق سناب تيوب مسوين مسابقة على صفحتهم بالفيسبوك وبيها جوائز. اللي ما يعرف تطبيق سناب تيوب، هذا التطبيق تحمل من خلال الفيديوهات عالية الدقة والصوتيات من اكثر من 30 موقع تواصل اجتماعي على الانترنت، من ضمن هاي المواقع الـ30 اليوتيوب، الفيسبوك، الانستغرام، وتويتر. طبعا تطبيق روعة، انصحكم تنزلونه. اللي ما منزله بعده، تعليمات او شروط المسابقة مالتهم هي كالآتي: اول شيء راح تحمل التطبيق اخر اصدار تطبيق سناب تيوب، ورا ما تحمله تروح تبحث على فيديو مفضل عندك تحمله، وخلال التحميل راح تلتقط سكرين شوت للشاشة، يعني هاي الصورة راح تحتفظ بها، راح تروح النوب وين؟ على صفحتهم بالفيسبوك. راح اخلي لكم الرابط بالديسكريبشن. تدخلون على منشور المسابقة مالتهم، راح شو تسوي؟ راح تخلي هاي الصورة اللي التقطتها بتعليق، وتسوي تاج جوا الصورة لثلاثة من اصدقائك، وش قد ما تزيد التاجات لاصدقائك كل ما تزيد فرصتكم بالفوز. الجائزة الاولى هي لابتوب HP عالي المواصفات، مواصفات كلش حلوة، والجائزة الثانية هي موبايل او جهاز ذكي هواوي i3، وان شاء الله تكونون الفائزين بهاي المسابقة. السلام عليكم ابطال امير بروز، رجعت لكم بفيديو جديد وتحدي جديد، والتحدي اليوم هو تحدي الباكه العراقيه. وصلوا لي هذا الفيديو يا اقوى جيش على اليوتيوب 100,000 لايك، واللي ما مشترك بالقناه يشترك ويصير واحد من ابطال امير بروز. خلوني ادخل بالتحدي. مثل ما تشوفون صينيه باكه حجمها كلش كبير، طبعا راسيا خروف ورجليا اثنين مال عجل، الوزن تقريبا 8 كيلوات الى 9 كيلوات. صراحة كمية كلش كبيرة، وجبة كلش دسمة، تعرفون الأكلات الشعبية دسمة وثقيلة على المعدة، والتحدي بيها يكون من أصعب ما يكون. راح أدخل بالتحدي وخلي نشوف شنو راح تكون نتيجة هذا التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في حال الخسارة، إذا ما قدرت أكمل هاي الصينية العملاقة من الباكه، أنتوا تختاروا العقاب، وأكثر تعليق ياخذ أكثر عدد لايكات راح أسوي العقاب بالفيديو الجاي. كمية كلش كبيرة طبعا من الباكه العراقية الأصلية. تفضلوا. مثل ما جاي تشوفون اللحم ذايب ذوب. واو. ما قد ما حلوه، بس اريد اوصلها لمعدتي. بلعتها بسرعه. واو. منو بيكم يحب الباكه يا ابطال؟ اكتبوا لي بالتعليقات وينهم عشاق الباكه. هواي طلبتوا من عندي سوي لنا تحدي الباكه، وطبعا سويتها بالفلفل حتى تزيد صعوبه هذا التحدي. هذا الفلفل كلش حار، وهذا اللوم بصرة نطقها عصرة لوم بصرة تطلع لوز، فد شي خيالي. شوفوا الرجل ايش كبرها، وبعدها حارة والبخار جاي يطلع من عدها، وشوفوا هذا العظم، عظم كلش كبير طبعا. راح اذبه على صفحة حتى يصير لي مجال استمتع بهاي الوجبة الرهيبة. صراحة وجبة رهيبة. هذا الخبز، طق عصرة ليمون، هنا عندي الخيار المخلل المالح هم جبته. شوفوا يا ابطال، وهذا هنا عندي سوب مال باكه، هذا بالزعتر وزيت الزيتون، فتشي اشبه بالخيال.
طبعا للي يسأل منين جبتها، هاي انا سويتها طبعا الباكة، انا سويتها بطريقتي المتواضعة لان احب اسويها بالفلفل انا حارة. وهذا الراس شوفوا يا ابطال، راس خروف كامل راح افترسه، وهذا اللسان، هذا لسان الخروف يصير طعمه اشبه بالخيال. اللي يحبون الباكة طبعا راح يعرفون شنو جاي احكي انا. بالنسبة للسان اكو ناس طبعا الباكة عندهم جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، لازم ياكلون باكة، وهاي لفة لسان رهيبة صراحة. شوية طقها عصرة لون بصرة، شوية ليمون، واو. راح اخلص 50% من التحدي. اكلت رجل كلش كبيرة، وراس الوجبة كلش دسمة طبعا، ولحد الآن ماشي صح، وباقيت لي كمية لا بأس بيها. رجلين العجل دمرتني، ثقالوا بيها اللحم طن. مثل ما تشوفون ظل بس هيكل عظمي. اريد اخلص هذا التحدي بوقت قياسي، وما باقي لي شيء يا ابطال، باقي لي بس هاي الشويه. بس هاي ما تعتبر شويه، هاي تعتبر جبل من الاكل، لان اكلت على السريع وانتخمت بسرعه، وصراحه الوجبه كلش دسمه. ومثل ما شفتوا يا ابطال امين براس، قدرت افوز بهذا التحدي الصعب والعملاق والعنيف. طبعا اكلت صينية باكة عملاقة، راسين خروف ورجلين اثنين مع العجل بوزن 8 كيلوات او 9 كيلوات. صراحة التحدي كان صعب، نسبة الدهون كانت كلش عالية، والفلفل اللي خليته بالباكة كميته كانت كلش كبيرة صراحة. اشكركم على المشاهدة، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اللي ما مشترك بعده، وفعلوا الجرس حتى يوصلكم اشعار. التقيكم بالتحدي الجاي والفيديو الجاي، وتحدي اصعب وعقاب اصعب. مع السلامة.